في ايه؟ مروح. لا 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 بعد اسمه كلام، لازم اوصلك. لا اعمل معروف انا مستعجل. مفيش كلام من ده، هوصلك يعني هوصلك. اتفضل. بص، شايف البنت اللي كانت جوه وقعت من غير ما اكلمها كلمه واحده؟ يا اخي انت خدك بياكلك على كام قلم. اعمل معروف، يلا بينا. بس هي جايه هي. أنا أخي بحسب الرسام فهمي يا عثمان ده اللي قدر يعرض اللوحات بتاعته في معرض. تصور إنه هو متخرجين في دفعة واحدة. شوف هو دلوقتي فين وأنا فين. والله أنا شايف إنك أنت أحسن منه 60 مرة. أنت شايف كده عشان هو ما اختارش الحياة السهلة زيي. هو دلوقتي الفنان فهمي عثمان، وأنا الموظف سامي حمدي، نقاش ألوان بالدبلوم. أنا كل أملي تجيلي الفرصة وأعرض لوحاتي في معرض زيه. أنا رأيي إنك بتنفع المجتمع أكتر من سفاهم يا عثمان بتاعك ده. هو رسوماته محدودة، مصيرها تتعلق في البيوت على الحيطان، إنما أنت رسوماتك على أجسام ملايين الستات. كل ست بفضلك عبارة عن لوحة جميلة لذيذة حية. بص شوف اللوحة الرباني اللي ماشية هناك دي. بص قدامك هتودينا في داهية. هي عملتها؟ مين يصدق يا استاذ ان واحده تشتري تذاكر حفله بحالها؟ اسمع افندم، روح قول لها كامل صبري مش هشتغل. يعني ايه ارجع لها الفلوس؟ ما قلتلكش رجع لها الفلوس. روح قول لها، روح قول لها الاستاذ كامل صبري الراجل فنان اولا وقبل كل شيء، ما يقدرش يمثل من غير جمهور ينفعل معاه. ومن فضلك خدي فلوسك وامشي. افرض انها وافقت. يا اخي اسمع الكلام وروح. كامل، حياة كامل دي تبقى مهزلة لو مثلنا. مش شغلك انت. ازاي بقى؟ لو نفذنا رغباتها ومثلنا تبقى مهزلة حقيقي. مش شغلك انت. زي ما تمسك الاستاذ كامل صبري بحقوقه امبارح، انا كمان متمسكة بحقوقي النهاردة، ومش ناوي اتنازل عنها ابدا، ولازم يمثل. وقول له سوسن نشأت منتظرة منه انه يحترم حقوقها زي ما احترمت حقوقه. اصلي مشتاقة قوي اتمتع بفنه لوحدي. استعدوا لرفع ستارة. انا مش همثل. انت علمتني ازاي الفنان يكون عنده كرامة. عايز تقول ان ما عنديش كرامه؟ ما اقصدش. الست دي دفعت فلوس وانت بتاخد فلوس عشان تمثل. اتفضل اتفضل.